السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنريكم أسهل طريقة وأمتع طريقة لصنع السلايم. انظروا، ها هو السلايم الخاص بي، هذا قطعته فقط لكن لدي علبة. هنا هذا السلايم، هذا من النوع الذي انظروا يتقطع هكذا ويتمطط أيضا ويكون طريا، لكن هو شفاف، ولكن أنا الذي صبغته. انظروا، سأقوم بطرزه هكذا ثم سأقطعه. ممكن سأقطعه. ها هو المدفع، وها هي الكوريات. سأنقسمها قليلا بالمقص لكي لا تفسد. ها هي قاعدة المدفع كما ترون، وهذا الذي سيكون المدفع كما ترون. ها قد صنعت المدفع، انظروا. والآن سأضعه هكذا لزوم بعد. الآن سيطلق المدخرات Thank you.